شهدت مدينة صعدة اليمنية مظاهرات حاشدة دعما للشعب الفلسطيني وتنديدا باستمرار مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. واستنكر المتظاهرون الصمت الدولي على جرائم الاحتلال داعين إلى وقفها الفوري وإنهاء الحصار ودخول المساعدات. المتظاهرون دعوا إلى استمرار الهجمات على السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية في المياه الإقليمية اليمنية ردا على العدوان الإسرائيلي على غزة والحديدة وعلى الغارات الأمريكية والبريطانية على مختلف أنحاء اليمن. كما تشهد العاصمة اليمنية صنعاء مظاهرة دعما للشعب الفلسطيني وتنديدا بجرائم الاحتلال في غزة. معنا من صنعاء مراسل عربي خليل القاهري. أهلا بك خليل، ضعنا في هذا المشهد الذي نراه الآن على الشاشة، حشود الآن في العاصمة اليمنية صنعاء تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة كعادة كل أسبوع. نعم ريما، هي بالضبط كما جرت العادة في كل جمعة، هذه الحشود تخرج هنا في ميدان السبعين وسط العاصمة اليمنية صنعاء أو حتى في ميادين وساحات عامة في مختلف المحافظات اليمنية. تظاهرات صباحية خرجت وأخرى مسائية بالتزامن تخرج في هذه الأثناء في عدد من المحافظات اليمنية تحت شعار مع غزة والأقصى جهاد وثبات حتى النصر. المحتشدون سواء هنا في صنعاء أو في بقية المحافظات أكدوا ويؤكدون في البيانات الختامية الصادرة عن هذه المسيرات أن هذه المسيرات وهذه الحشود ستبقى تخرج باستمرار نصرة للشعب الفلسطيني وتعبيرا عن عدالة القضية الفلسطينية وتنديدا أيضا بجرائم الاحتلال المستمرة والتي لا تتوقف ضد الفلسطينيين سواء في قطاع غزة أو في غيره من المناطق والبلدات الفلسطينية. كما أن المحتشدين أيضا يؤكدون بأنه ينبغي أن تكون هذه المسيرات هي باستمرار تخرج بحشود كبيرة تعبيرا عن التآزر والمواقف اليمنية الإنسانية كأقل واجب تجاه مظلومية الشعب الفلسطيني. كما أنهم بالمقابل أيضا يدعون إلى ضرورة استمرار الهجمات على السفن في المياه الإقليمية اليمنية في البحرين الأحمر والعربي وأيضا استمرار هذه الهجمات والعمليات ردا على استمرار جرائم الاحتلال في غزة وردا أيضا بالمقابل على استمرار الغارات والعدوان الأمريكي والبريطاني على اليمن واستمرار العدوان أيضا الإسرائيلي على غزة ومواصلته لجرائمه في قطاع غزة. كما أن المحتشدين أيضا يؤكدون ويدعون إلى ضرورة تفعيل سلاح المقاطعة باعتباره سلاحا فعالا للبضائع الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية كأقل واجب. بالمقابل يستنكرون المواقف الدولية والعربية والإسلامية التي يصفونها بالمتخاذلة إزاء ما يتعرض له الفلسطينيون في القطاع وفي غيرهم من المناطق والبلدات الفلسطينية ويدعون إلى ضرورة وقف جرائم الاحتلال بشكل فوري وإنهاء الحصار على غزة وضرورة إدخال المواد الغذائية والمساعدات إلى القطاع. يتعهدون بأن هذه المسيرات ستبقى تخرج باستمرار سواء في صنعاء أو في بقية المحافظات طالما استمرت جرائم الاحتلال ترتكب باستمرار أيضا في قطاع غزة وفي فلسطين، ويؤكدون بأنه لا مجال لتوقف هذه المسيرات إلا بوقف كامل للعدوان على غزة وإنهاء الاحتلال جرائمه ضد الفلسطينيين. شكرا جزيلا لك خليل القاهري من صنعاء.